خلونا كمان نستقبل معانا على تليفون كابتن أيمن يونس نجم الزمالك والمنتخب السابق صديقي العزيز. ازيك يا كابتن؟ يا يوسف ازيك؟ وحشني، اخبارك ايه؟ عندي ومتألق في عملية ان انت بتحصد حصاد البطولة الافريقية. بحاول خدني جنبك. لا لا لا، انت خلاص داخل على مرحلة الملاعب خلاص. لا 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 خالص، الملاعب ليها عمالقتها زي حضرتك يا كابتن. لا 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 بالعكس، انت متألق في الحوار واسلوب الحوار والمناقشة. الله يخليك يا كابتن، ويعني شايف فيك ميول رياضية رائعة بصراحة. مش كده، يلا بقى نشق طريقنا بقى. كابتن ايمن، قول لي تعليقك ايه على ماتش امبارح، وتأخذ ايه على الماتش؟ تقول لو كنا عملنا كذا، او في المستقبل خلونا نصلح واحد واثنين وثلاثة. خلينا نتفق ان كل الناس اتكلمت ومعظم الناس اتكلمت زي بعض، بس في كلام بالنسبة لك لازم تقف عنده وما يفوتش من يوسف الحسيني. اللعيبة رجالة، كلمة حلوة بس يدل عن اللعيبة بتجتهد بشخصها بدون خطط معينة واضحة. وده مدلول مختلف. لازم تبتدي تفكر في الكلام اللي بيتقال لك وتشوفه من منظور ثاني. انت لما بتيجي تقيس مثلا ماتش السنغال، انت بتشوفه على ثلاث ماتشات. لا، هم اقوى منك. طب ازاي انت تبقى اقوى منهم؟ ازاي تخلي الحظ او عنصر التوفيق يكون معاك؟ اللي كان السيناريو اللي انت اخترته تلعب بيه الماتش امبارح كان غلط. انت راجل بتلعب ثلاث ماتشات 120 دقيقه، تقوم تطول الماتش الرابع. المفروض كنت انت اللي تبتدي ضاغط عليهم وتحاول تحطهم في نص ملعبهم، لكن انت استسلمت للضغوط بتاعتهم وفضلت تدافع تدافع تدافع، وكل يقول ابطال ابو جبل نجم البطوله. ده معناها ايه بالنسبه لك؟ ان انت فرقه بتدافع جامد. اكتر اثنين ثلاثه لعيبه مميزين، وكل مصطفى عمر، كمال عبد الواحد، محمد عبد المنعم، حجازي لو موجود، ابو الفتوح رائع، كل متفق. الونش رائع، ده دليل ان انت افكارك كلها دفاعيه. كان لازم يبقى هجومي اكثر شراسه. طب نبقى هجومي ازاي؟ يبقى لازم يبقى فيه هيت كوتش ليه تاثير على الجماعيه بتاعه الفرقه. هل ده موجود؟ لا، على طول. عمليه التحول الهجومي عاميه، منطقه عاميه، منطقه كلها اجتهادات امبارح ظهرت قوي بالضغط بتاع السنغال. يعني هنا ما هو الملعب في مناطق بتاعه اللعيبه وفي مناطق بتاعه المدير الفني. المدير الفني بتقيسه على الكرات الثابته اللي حوالينا 18 فاولات، الكورنر، حتى الاوتات، حتى عمليه طلوع الكره من الخلف للامام. هنا بتقيس الهيد كوتش درجه تاثيره على الفريق قد ايه. ده كان موجود؟ لا، مش موجود. يبقى درجات تاثير كيروش على جماعيه منتخب مصر لم تكتمل بعد. احنا ما بنغلطش ولا بنزعل ولا بنزعل حد، احنا بننتقد لصالح بلدنا وعايزين كيروش يبقى احسن واحد. احنا بنحلل علشان نطلع لقدام، ليس الا. بالظبط، احنا نقدنا نقد بناء. هل كيروش ليه تاثير على جمعيه واداء المنتخب القومي؟ عفوا، لا. وده وكل كلامكم كده يا جماعه، الناس كلها بتتكلم بنفس الطريقه، ابطال ورجاله، لعيبه مكافحه. الله، بس لعيبه ما عندهاش خطط، لعيبه بتجتهد. الولاد دول هم اللي وصلوا الفاينل، مش الهيد كوتش معاهم. طب ده بيخليني بسال سؤال يا كابتن. كلام في اوضه بتاعت محمد صلاح من غير ما اعرف، وانا بكلمك باحساس اللاعب السابق. وقعدوا اتفقوا وتعهدوا ان هم ما يخذلوش الشعب المصري. صح. فكانت العمليه كلها مبنيه على احاسيس وطنيه واحاسيس رجوله واحاسيس كفاح، لكن فنيات كره قليله. معقوله فرقه دخل فينا جونين؟ طبعا بندافع كويس قوي. طب ده انت جاي في 7 ماتشات 4 تجوان. طب انا عايز اسال حاجه يا كابتن. انا امبارح كنت بقعد اسال مع نفسي، هو ليه امبارح صلاح او يعني كيروش ما خلاش صلاح يشوط في البنالتيز؟ لا لا، دي مناطق بتبقى حسب كل الماتش، بيبقى حسب رغبه المدير الفني. كلمه الضربات الجزاء بتبقى مرتبطه ارتباط كامل باللاعب وبهو عايز ايه. دايما الاول والخامس بيبقى لهم تاثير في نتيجه المباراه. الا لو انت اللعيبه اللي في النص، يعني ما انت اللعيبه اللي ضيعت ما هي جابت قبل كده. فبلاش نقعد ندور في كلمه لو وما كان صلاح عمل وما كان. بص، ده كلام كله ما تزعلش مني يا يوسف، تضيع وقت في عالم الكوره. لعيب خد قرار خطوط، انا ترتيب الثالث، انا موافق، دخل شوط ضيع، خلصت. كان زي محمد صلاح لما مره دخل كسبك بضربه جزاء، لما مره مش عارف ما وصلوش حتى ضربات الجزاء، كسبنا ان ابو جبل صد مرتين. بص، عايزين نعدي
ماتشين السنغال، انا ما بحبش التهديد الزياده على اللزوم، لعيبه رجاله وابطال ومحترمين وفوق راسنا، بس التحدي خسروا نهائي بطوله افريقيا، ليهم كامل احترامهم، وده كان مهم انك تحترم لعيبتك وتحس انهم رجاله وادوا اللي عليهم، وده عنصر مهم جدا، لكن هتعمل ايه في الماتشين اللي جايين؟ السنغال اقوى منك، السنغال اقوى منك. بتعد ازاي؟ تفكر ازاي؟ لازم تكون مختلف، لازم التفكير واسلوب التفكير يكون مختلف، لان احنا شفنا عندهم مناطق قوه شمال يمين اقوياء، عمق قوي جدا، حارس مرمى مميز، نص ملعب ما خلاش نص ملعب بتاعك يعدي نص الملعب. ماني قعد يعني هرب من امام عاشور وتحرر وجري ودخل الملعب، ضاع منه ضاع منهم فرص كتيره، خلينا نتكلم واحنا ضاع مننا فرص باجتهادات فرديه كتيره. بص الفرق، هم ضاع منهم فرص باسلوب جماعي وانت ضاع منك فرص فرديه، اجتهادات فرديه، مهارات محمد صلاح ضاعت منه فرصه، مش عارف مين، لكن مفيش جماعيه في اللعب، مفيش جماعيه في التحول. كيروش محتاج يراجع كيروش محتاج يذاكر كيروش يشتغل ازاي مع المنتخب القومي. انا مش بتكلم على اسماء، اللعيبه كلهم فوق راسنا رجاله، فاهمك، لكن لو احنا كده ضد السنغال ثلاث ماتشات مش هتكسبها. هتقول لي اصل هم جايين مرهقين، ومش جايين مرهقين، حلو قوي، يبقى ده عنصر نقدر نبني عليه التشجيع النفسي للعيبه. انت لازم الاول تقنع لعيبك ان هو يكسب. فلما تقول لهم ان انتوا جايين من ثلاث ماتشات ولعبتوا ماتش اكسترا تايم، رغم ان انا كان فكري ان كيروش هيستغل اول نص ساعه ان يحاول يجيب فيها جون عشان يغير شكل الماتش، لكن هو عمل عكس كده تماما وفضل ملتزم دفاعيا، وده سبب لك ضغوط غير عاديه طول الماتش. انت قاعد طول الماتش اتحدى لو قلبك ما كانش فوق ال 80 و 85 دقه في الدقيقه، على طول قلبك بيرزع فوق من كتر ما انت مخضوض وخايف. فكيروش كان ليه تاثير. طب كيروش يصلح ده ازاي؟ عندنا امكانيات لعيبه، عندنا امكانيات لعيبه. طب انا بقى عكس الناس كلها يقول لك اللعيبه دي محترفه ومتهزين معسكرات كتيره، لا، اللعيبه بتاعت منتخب مصر عايز تكسب تتغلى. اول حاجه يوسف الحسيني معايا بنتكلم في روشيتا، لا، محتاجين معسكر بمده لا تقل عن ثلاث اسابيع قبل المباراه. حلو الكلام ده، بشكل واضح لازم يتم دراسه كل عناصر لعيبه السنغال من المنتخب المصري، اللعيبه والكيروش، بشكل مستمر، بشكل ان هم يحفظوهم على ظهرك. ولازم يتجهز كل الافكار، اثنين ثلاثه سيناريو في دماغ كيروش، سواء الماتش الاولاني او الماتش الثاني، ما تتلخبطش. يعني ما خلصت الماتش الاولاني بنتيجه وتلاقي نفسك اتلخبطت وبتدور على لعيب ثاني في مكان ثاني، لازم تحضر السيناريو بتاعك، لازم تحضره بشكل واضح وصريح، الماتش الاولاني والماتش الثاني، واي مستجدات لازم تكون حاسبها. طب يبقى عايزين معسكر، لان كل الكلام اللي طالع، لا هم الاسبوعين اللي قبل الماتش، لا هم ال10 ايام، لا اللعيبه لا لا اللعيبه المحترفه تيجي. احنا عندنا مين محترف؟ صلاح وتريزيجيه والنني ومرموش والنني واحمد حجازي. لا انا بقيت اللعيبه معسكر عندي شهر. هو انتوا عايزين توصلوا كاس العالم غير كده؟ مش هتقدروا. لازم معسكر، ولازم دراسه جديه على المنتخب السنغالي، لازم تقدر تجهز نفسك بشكل ممتاز. اولا عمر كمال عبد الواحد لاعب رائع، اقرب اصابه قاسيه، عمر كمال من اكتشاف باك رايت منتخب مصر المرحله الجايه، الوحيد اللي عنده سترينت، الوحيد اللي بيقدر يعمل كروس عكسي قوي، الوحيد اللي بيعرف يكمل جنب صلاح من غير ما يضايق صلاح، يعني كان رائع. لعيبه منتخب مصر كلهم بصراحه مميزين، وزي ما اتكلمنا عن يعني عمر كمال خطف عينك. يا نهار ابيض، عمر كمال، لا، خط الدفاع وحارس المرمى وحارسي المرمى، يعني خط الدفاع وحارسي المرمى دول شالونا في البطوله. نص الملعب بصراحه كان مربك، عملوا ماتش رائع، ماتش المغرب، لكن لعبوا شوط كويس في ماتش كوت ديفوار من الاربعه، ولعبوا اربع اشواط سيئه جدا في ماتش السنغال، ومش ذنبهم. تاني انا اوعى تهرب منك، كيروش محتاج يعرف يتعامل بشكل مختلف مع اللعيبه، يوظفهم بشكل مختلف، محتاج ان هو يلاقي الشفره بتاعتهم ان يطلع احسن حاجه عندهم. لكن لعبتنا عندها حاجات كتير، بس الجماعيه بتاعتهم ضعيفه. يعني انا في رايي لسه كيروش قاعد عمال بيذاكر اللعيبه بتوعنا، يعني هو ذاكرهم شويه في البطوله العربيه، وذاكر شويه في واحنا بنلعب الاربع ماتشات اللي فاتوا، فهو لسه فده ما لكش حل غير تديله معسكر طويل مع اللعيبه.
انا اتفق جدا في مساله معسكر طويل صارم مغلق لا حد داخل ولا حد خارج ولا حد خارج. وانا ما عنديش حمل كمان لعيب في الفتره دي يجيله كورونا ولا لعيب مش عارف يحصل له ايه. انت كل حساباتك بقت ضيقه، انت عندك لعيبه قليله 16 17 لعيبه اللي تقدر تلعب بيهم الماتشين، فانت لازم تحافظ على اللعيب. فاذا خلينا نتفق هارد لك لمصر رجاله الولاد ورائعين وشرفونا وشرفوا كل الكلام الرائع ده انا بحبه. وصلاح بصراحه كابتن بمعنى الكلمه، عجبني امبارح عمل ادوار غير عاديه. انا في حاجات ضدها كمان ومكسوف اقولها، بس انا يعني لو قلت لك قد تتصدم فيا. لا ما بتصدمش، حد يتصدم في الزمالك؟ الله. لا انا 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 مثلا الناس كلها هجمت الحكم بكاري جسامه واعضاء الاتحاد استجابوا للسوشيال ميديا، والاتحاد الكره بعت جواب رسمي للاتحاد الافريقي بيقول له مش عايز بكاري جسامه يحكم لي ان مشكوك فيه. مش هو ده اللي اتبعت بالظبط؟ ايوه. اولا لما حكم بيدي انذار او بيدي طرد اللاعب ما بيرجعش فيه. الاتحاد الافريقي لما بيطلع قرار بحكم ان هو يحكم مباراه ما بيرجعش فيه، اما كل بقى بلد كانت هتقول لك انا مش عايزه وانا عايزه والكلام ده كله. صحيح. فاذا انت بكاري جسامه كمان اخر ماتش مع الكونغو انت كسبانه، اخر ماتشات الماتش اللي اتغلب فيه الاهلي يستحق كان يتغلب، الماتش اللي اتغلب فيه الزمالك كان يستحق يتغلب، ملهوش تدخلات، ممكن ليه غلطه في كورنر في اوت، كلام كله ليس له تاثير. عمليه التشويه اللي طلعت عليه هل دي مقبوله؟ يعني انت ترضى بني ادم قدام بلده يتقال عليه ان هو غير موثوق فيه، بتتكلم على شرفه على امانته على ال 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 انه حكم، انت بتهين كل حاجه فيه ان انت بتقول انا برفضه. انت يا اخي البعد الانساني وانت بتكتبها كده تقدر تتكتب عليك مثلا يا يوسف ان حد يقول لك انت لا تصلح تكون اعلامي او انت لا يصلح ان يكون محلل، مش دي توجع؟ والله هقول لك بجد بامانه شديده، انا عجبني اللي عمله الاتحاد، مع ان انا مش من الناس اللي يعني تشجع الاتحاد قوي يعني، بس اللي عمله ده هي تعليمه سياسيه لو صح التعبير، مش تعليمه يعني توجيه، يعني علمنا عليه. هو غتت بصراحه يعني، انا مش قادر اشوف في ادائه غير انه راجل غتت بصراحه، غتت جدا. لا 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 انت هو في ماتش مصر كان غتت بالظبط. الحاجه الثانيه انا ما عنديش مشكله، انا معاك، بس انا ما عنديش مشكله انه حد يطلع يقول يوسف لا يصلح يبقى مذيع، هو حر. انت اهنت راجل في شرفه، المفروض يضحك لك في مهنته. وطبعا التصرفات بتاعه كيروش في الماتش ده على فاول او اوت وان يقعد ويدعي ويجري كانت كلها غير مقبوله في عرف كره القدم. ما ينفعش يا جماعه نشوف الغلط انه صح، ما ينفعش يا جماعه نشوف كده. انت اهنت بني ادم اهانه قاسيه، احنا اتضغط علينا نفسيا وبعدين تيجي تقول فاحنا ضغطنا عليه. لا انا ارفض كلام بقى، انا علمت عليه والكلام ده كله. هو احنا حصل علينا ضغط نفسي اكتر مما يجب واكتر مما يكون مسموح في الرياضه من الكل، من الكل. لا لا واحنا كان لازم احنا كمان نضغط. لا 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 برضه دي راجع لك فيها، انتوا بتتكلم على سمو الايتو لما قال حرب ومش حرب والكلام ده كله. طب ومال احنا بنقول للاعبتنا ايه؟ شدوا حيلكم يا رجاله. لا يا بابا هنموت نفسنا. موقعها النهارده رجاله جنود مصر بتلعب، هنموت نفسنا، حربنا نكسبها النهارده. لا يا حبيبي ده بيتقال في الاوضه. لا ما نغلطش يا جماعه، هو انت عايز تسمو الايتو واحد؟ هو ثانيه واحده 2019 رجع ذاكره يوسف الحسيني الورد، رجعني 2019 المنتخب المصري على ارضه وسط جمهوره اداء سيء سلبي، تم اقاله مين؟ الاتحاد. صح ولا لا؟ ايوه. وقدموا استقالتهم وتم اقالتهم بمعنى اصح. طيب الله، هو سمو لقيته راجل عايز يكسب البطوله على ارضه حقه، وراجل عايز يحفز لعيبته حقه، ما غلطش في حد، عنده حلم، بنعايرهم بفقرهم؟ لا لا طبعا. لا طبعا. اللعيبه بتاعت مصر ومقدمين برامج وناس لا 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 ما صحش. براميل الترشي هنعاير افريقيا؟ ما احنا افارقه يا جماعه كلنا طبعا افارقه. لا 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 عيب قوي، عيب قوي. لا لا. يا يوسف المعايره والامور اللي زي كده اكبر عيب، والواحد لازم يتحفظ على اي شكل من اشكال ان حد يضغط على دوله او يتحدث على وضعها الاجتماعي او الانساني او الاقتصادي، لانه ده بالنسبه لي انا بقى يوسف بالظبط كانك بتتكلم على شكل ولون وجنس وعرق وديانه وبتاع، ده شيء مرفوض. دي حقيقتنا احنا افارقه، احنا افارقه اصلنا يعني. ف
في افريقيا ما فيش غير جنوب افريقيا مصر، هم بلاد ماسكه نفسها رياضيا، وده نتيجه عوامل كتير مختلفه. بقيه افريقيا كلها فقيره ولا يعيبها فقرها، بل احنا بنحترمه. انا احترمت سمو لقيته ان في عز الفقر صمم وعمل بطوله امم افريقيا، وقال لك من البلاد دي طلع عمالقه العالم، ما طلع فيها صلاح وطلع دروجبا وطلع ايتو وطلع نجوم العالم كله من افريقيا الفقيره دي. فما نقعدش نتريق ونهين، وانا ما انا ما بحبش الحاجات دي بصراحه، وانا اسف ان انا بكلمك بره القوسين اللي انت حطيتهم ماتش مصر والسنغال، بس ده اللي بشوفه. فانا بقول تحيه لقيتو ان هو بطل وان هو صمم حد الاتحاد الدولي وقال هعمل البطوله اللي لازم تتعمل ونفذها في حدود قدراته وامكانياته ولا يعيبهم. لا بالعكس ما يعيبهمش، عارف يعني انا من وجهه نظري انه يا سلام لو قدرنا. صح. انا ايه؟ انت كسبت الكاميرا. شفت رد فعل الجمهور؟ شفت الادب؟ ناس لطيفه جدا. الافارقه دول ناس بسيطه جميله. لا اصل انا عاشرت افارقه من وانا في ثانوي، يعني ليا اصدقاء كانوا معايا في المدرسه، كانوا اهاليهم بعثات دبلوماسيه افريقيه موجوده في مصر، فانا عاشرتهم اصحاب حتى هذه اللحظه، يعني ثانوي وجامعه وشغل فيما بعد ذلك وهكذا. اجمل خلق الله، ده رايي الدائم، وكل الناس اللي عارفاني عارفه كده، اجمل خلق الله واكثرهم شرفا. انت متفق معايا تماما طبعا. في حاجات احنا كبار افريقيا يا يوسف، الكبار، معلش بقى عفوا هقول لك الجمله اللي وجع قلبي، احنا الكبار مش بق طبعا، الكبار تصرفات طبعا. الكبير لما يبعت يزين حكم ده مش تعليمه، الكبير ليه شكله وليه وضعه. احنا بنكسب بطولات ويا ما خسرنا بطولات، لكن دايما احنا بيتقال علينا الكبار، الكبير دايما بتصرفه، الكبير دايما لما يتكلم على بلد زي الكاميرون ايا كان، انا بتكلم على الاعلاميين، بتكلم على قدام اللعيبه، بتكلم على كتير من الجماهير في السوشيال ميديا. احنا كبار يا جماعه، مصر دي حاجه كبيره وليها احترامها عند الكل، والافارقه بيدينوا ثلاث ارباعهم بيدينوا بالحب والفضل، بيحبونا فعلا من قلوبهم. الرياضه من حقه يفكر يكسب، حد يقول لي ايتو لازم يكسب عشان يتغلب؟ لا طبعا، هو مش نازل يلعب عشان يتغلب. بره الحوار وبره لا المتقف. بس حوار ممتع، نترجم كلامنا بشكل بسيط يعني. لا حوار ممتع، وتاني تاني تاني عايزين نقعد مع بعض في البرنامج نتكلم براحتنا، مش تليفون. لا ده اللي اتشرف، ده اللي اتشرف. بس انا بس نفسي اختم، احنا كبار قوي ارجوك اتفضل، واحنا الناس بتحبنا وبتحترمنا قوي صح، ولازم تصرفاتنا تبقى من المنطلق ده، حتى لو جينا على نفسنا، لان الكبير احيانا بيجي على نفسه. استقليت قوي الجواب ان احنا نهين حكم في شرفه وذمته، استقليت قوي ان احنا نتكلم على بلد زي الكاميرون ونطلع لقطات لفقرها، استقليت قوي ان احنا هاجمنا سمو القتو وبينا ان هو فقد عقله، ودي حاجات. لا احنا انا بصراحة. انا متفق في كله فيما عدا انه ان احنا تحفظنا على الحكم. لا يا انا مصمم على هذا التحفظ، مش ده الطريقه. مش احنا اتفقنا انه في النهايه خالص هي معركه رياضيه، هم ضغطوا واحنا ضغطنا، يعني حتى كيروش لما قعد ورفع ايديه للسماء هو ضغط برضه. لا ده غلط، لان انت مش من حقك ان انت تدي اي انطباع على ان الحكم مش مظبوط، ودي خروج عن الروح الرياضيه والاصول الرياضيه والاعراف الرياضيه وتستحق انذار. طول عمرنا بنقف في الملعب بنعترض على قرارات الحكام. انا كنت لعيب كره ميه، هنا الملعب بتاعك ملهوش ضابط ورابط. لا وحتى واحنا بنلعب بره بنعترض. انا كنت بلعب كره ميه، لو قلت لك احنا كنا بنعمل ايه وانا بلعب في الزمالك يعني، فكنا بنعمل اللي ما يتعملش بصراحه. لا انت بتطرد كتير. anyway، لا لك كانوا بيحبوني في الفرقه عشان كان لعب جديد بس شويه. كدا. انا شايف مكانتنا كده يا يوسف، وشايف نفسنا كبار كده، وشايف نفسنا، ودي حاجه حلوه، ودي حاجه حلوه ان احنا نبقى كبار في عينين نفسنا وفي عينين الناس بره. انا اتفق معاك في ان احنا كبار جدا. نخلي بالنا لازم. احنا ممكن نكسب السنغال لو ركزنا ان شاء الله، ممكن نكسب السنغال جايه. لو حضرنا معسكر قوي لائق ممكن نكسب السنغال، ان احنا نحسسهم ان احنا مغيرين من شكلنا جوه الملعب. وبرضو انا بلتمس العذر لان الارهاق كان جزء كبير من ظهورنا بالشكل ده في المباراه النهائيه. صحيح. خلينا نقول الحقيقه ان الارهاق وضربات الحظ هم اللي هزمونا،
لكن لعبتنا بصراحه كمان يطلع منهم اكتر من كده. عشان كده لو كيروش زود العلاقه الفنيه باللعيبه دي هيدوا لك مردود وان شاء الله في العالم باذن الله. باذن الله. انا بشكرك انا اللي بشكرك جدا 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 يا كابتن. كل الشكر لكابتن ايمن يونس نجم الزمالك والمنتخب السابق.